حسين مرحبا بك على اسبيرانس تونس بونيت. مرحبا بك على اسبيرانس تونس بونيت. انتصار سهل في الدوزيام ميتان لكن صعيب في البريمير ميتان. والله صحيح يظل لي ان بون ديماراج نتاع جمعية نتاع مكارم المهدية اللي قدموا شوط أول ممتاز. يظل لي نحن افيك ليفيكتيف اللي عندنا اون سيجيري لو ماتش ونعرفوا الماتش يدوم 60 دقيقة دونك في ميتان اون بيان ديماغي. الحمد لله الولاد الكل معناتها كنا يد واحدة سيرتو في الديفونس وفي الاتاك. الولاد الكل معناتها قدموا ما يلزم وهذيك هي المهمة نتاعنا معناتها توا وفيت عندنا دو سيمان دو كونسونتراسيون عندنا الموا دو مي معناتها اللي بتتلعبوا فيهم البطولة والكاس. يظل الهدف نتاعنا الفوز بالألقاب كل سنة وكما كل عام زادا ان شاء الله نفرحوا جماهير الترجي اللي ان شاء الله معناتها في آخر وقت يرجعوا للمدارج وان شاء الله يزيدوا يعطيونا أكثر حافز معنوي. ان شاء الله ربي يوفقنا وان شاء الله ننزل الألقاب كل سنة ان شاء الله.